بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والمحبة والسلامة والصحة وكل الأشياء الجميلة واللي تحبوها وين ما كنتوا كيف ما تكونون، وكل اللي يتابعون صباح كربلاء في العراق وفي كل دول العالم أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم مرة ثانية ويا رب تكونون بخير. اليوم حلقة مميزة من صباح كربلاء باعتبارنا أنه مقبلين على يوم غد اللي هو يوم عيد الغدير الأغر، فضروري جدا أن نكون في هذه الحلقة تكون حلقة استباقية لهذه المناسبة، ويا رب تنعاد علينا وعليكم إن شاء الله بالسلامة ومن المتمسكين إن شاء الله أبدا ودائما بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام رغم أنوف الأعداء. اليوم بهذه الحلقة راح نكون أني ونهاوند، وإن شاء الله نكون خفيفين نظل عليكم ويا الفقرات والمعلومات اللي عديناها لهذه الحلقة. أسعد الله صباحك وأسعد الله أيامك نهاوند. أسعد الله صباحك يا ليلى، وكل عام إن شاء الله وأنتم من الثابتين على ولاية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. أكيد مشاهدين الكرام أسعد الله صباحكم وأسعد الله أيامكم بكل خير، ولا سيما نحن نبدأ وإياكم أسبوع الولاية لمولانا أمير المؤمنين ووصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. حياكم الله في حلقة جديدة وصباح جديد إن شاء الله في برنامج صباح كربلاء، ونكون وإياكم، وأكيد مثل ما ذكرت ليلى هناك فقرات مميزة نتوقف عليها ومحطات منوعة وهادفة في حلقتنا لهذا اليوم. طبعا بكل اشتياق إن شاء الله نبدأ باستعراض موجز وسريع، لكن ندعوكم بأن تكونون برفقتنا على مدار ساعة ونصف بإذن الله تبارك وتعالى. بداية عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، كيف نحيي هذا اليوم وما هي مكانته عند الله؟ الإجابة في فقرة حديثنا. ساحة المرجى وتعرف أيضا باسم ساحة الشهداء هي ساحة تقع خارج أسوار المدينة القديمة في مركز مدينة دمشق. تفاصيل هذه الساحة ومعلومات أخرى في تقرير صفاء الواسطي. بمناسبة حلول عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، فعاليات ونشاطات تطلقها العتبة الحسينية المقدسة في هذه المناسبة. ولا تنسوا المشاركة في سؤال التفاعل والذي يقول كيف تحافظ على عقيدتك في زمن الفتنة؟ اليوم مشاهدينا السؤال جدا مهم لحلقتنا لهذا اليوم، وشكرا بداية على كل اللي شاركوا ويانا، ونكرر مرة أخرى السؤال اللي حاب يشارك كيف تحافظ على عقيدتك في زمن الفتنة؟ هذا الموضوع من المواضيع المهمة واللي يتعلق أيضا بيوم غد، يوم عيد الغدير. لازم نكون الكل متهيئين ونكون يعني كل مظاهر الفرح والبهجة تكون ظاهرة علينا في منازلنا في أماكن عملنا، لأن هذا العيد هو عيد الشيعة الإمامية الاثني عشرية. نتمنى لكم وقت طيب وأفضل الأوقات مع فقراتنا اللي خصصناها لحلقة هذا اليوم. البداية أيضا ستكون برحلة عطرة حول مرقد الإمام الحسين عليه السلام. الزملاء في مكتب الحرم أعدوا لنا لقطات مباشرة من المرقد المبارك اليوم، وأيضا راح نستمع وياكم إلى كلمات دعاء الفرج لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. فإلى هناك. Thank you.
السلام على مولانا الإمام المنتظر أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. السلام على مولانا أمير المؤمنين وسيد البلغاء والأوصياء علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نعيش وإياكم مشاهدين الكرام في رحاب عيد الغدير الأغر، وكما ذكرنا هناك مسؤولية إن شاء الله تتحتم علينا في أسبوع الولاية في أسبوع عيد الغدير الأغر. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم واسمع بالنبي مناديا، وقد جاءه جبريل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تكوانيا، وبلغهم ما أنزل الله بهم إليك ولا تخشى هناك الأعاديا. فقام به إذ ذاك رافع كفه بكف علي معلن الصوت عاليا، فقال فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا ولك ولم يكو يبدو هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. أتدلني كيف القوافي تبدع، وعلى غديرك كيف يجري المطلع؟ أم إنه خفر لثورة خاطري، وصل يجن وآخر يتمنع؟ فإذا تفرد في غديرك منطق، رحت اقتفاء يراعه أتطلع. وإذا رؤاك تبسمت في كفه، كفي يفوح ومبسمي يتضوع. فعلى غديرك يستطيل بأحمد سر الخلود ومنكما يتفرع. أسهرت جفني في رباك فلو غفت مني القوى فعلى جفونك تسطع. مولاي من لي غير ظلك ملجأ، وبظلك الدنيا تلود وتفزع. فعلى خرير من غديرك وانحنت كل المقامات التي تترفع. أنت الولاء وظلك اليوم انتضى من صهوة الأزمان ما لا يقشع. لكن إثرك بين ولك التراب أبا تراب ينتقي ويوزع. والصوت صوت محمد ورضاب جوهره المصفى في رضابك يصدع. ألقيت طرفي للسماء وجدتها شفة تؤذن والملائك ركع. حسبي بعيدك أنني عزفت يدي أوتار ما وهب البطين الأنزع. أهلا بكم مرة ثانية، وأهلا بكل اللي انضموا لنا الآن ويشاهدون حلقتنا لهذا اليوم من صباح كربلاء.
اليوم مثل ما ذكرنا انه حلقه استثنائيه والاجواء بعموم العراق وكل الاماكن اللي يتواجد بها المؤمنون تكون استثنائيه باعتبار انه احنا مقبلين مثل ما ذكرنا على يوم غد، يوم عيد الغدير، وبدا المؤمنون يحضرون كل الزينه وكل الامور اللي خاصه باحياء هذه المناسبه واعطائها حقها كما تستحق، مثل ما شاهدنا وياكم باللقطات الحيه لمرقد الامام الحسين عليه السلام، كيف انه الكوادر العامله يعني تجهز مرقد الامام وتحضر اكاليل الورد اللي ترفع فوق مرقد الامام الحسين عليه السلام فوق القبر الشريف. في العتبة العلوية المقدسة أيضا تم رفع في يوم أمس راية تحمل عبارة من كنت مولاه فهذا علي مولاه، إذانا ببدء الاحتفال بعيد الغدير الأغر. وطبعا مثل ما تعرفون أنه هذا اليوم مميز بالأعمال العبادية الخاصة به. هذه الاحتفالية مثل ما تشوفوها أمامكم أنه حضرتها العديد من الشخصيات المختلفة، حتى حضروها المؤمنين من طائفة البهرة أو من الهنود، تشوفوها أمامكم بالصور وكيف أنه أجواء البهجة والسرور ملت العتبة العلوية المقدسة يوم أمس، كيف لا وهم أهل لهذه المناسبة. فإن شاء الله نكون وياكم من الثابتين والمتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. عليه السلام، أحسنتم يا ليلى. أحسن الله. طبعا لم تقتصر رفع راية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المكان فحسب، وإنما طبعا هناك مكان آخر مشاهدين الكرام بدأت أنه الاستعدادات بأن ترفع راية وتحمل هذا العنوان المبارك من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه هوية الإنسان المؤمن في العراق، في المحافظات العراقية، في البلدان العربية، في كل البلدان التي تحمل هوية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا نشاهد إن شاء الله رفع الراية من داخل الساحة الخاصة بمطار النجف الأشرف الدولي. مشاهدينا الكرام، طبعا مثل مدى يطيب لنا المشاهدة ما شاء الله من خلال هذه الراية، والتي طبعا تعطي أجواء الفرحة والولاء والحب لمولانا سيد الأوصياء والبلغاء مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. خصوصا أنه مطار النجف الدولي مشاهدينا كما تعلمون أنه يعني يفد له الكثير من السواح والوافدين العرب والأجانب، فأكيد يعني هناك مسؤولية تقع على عاتق إدارة المطار من خلال إعلان الحب والولاء لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، بهذا اليوم نذكركم مشاهدينا بالأعمال الخاصة بيوم عيد الغدير، وضروري أنه نتهيئ لها من اليوم. لا بأس أنه نتوقف مع أحاديث الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الخاصة بهذا اليوم، خلنا نتوقف ويا هذا الكارت. من بعدها إن شاء الله أيضا اخترنا مقطع من خطبة عيد الغدير حتى نقراها وياكم ونستذكر أهمية هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، طبعا إن شاء الله نتشرف ونأمل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يتثقفون بثقافة الغدير لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام. ننهل سوية للحظات بسيطة من خلال خطبة عيد الغدير الأغر من خلال هذه المقاطع. هناك مقطع من خطبة الغدير الأغر حينما قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: معاشر الناس، إن عليا والطيبين من ولدي من صلبه هم الثقل الأصغر والقرآن الثقل الأكبر، فكل واحد منهما منبئ عن صاحبه وموافق له، لا يفترقا حتى يردا علي الحوض، ألا إنهم أمناء الله في خلقه وحكامه في أرضه، ألا وقد أديت، ألا وقد بلغت،
ألا وقد أسمعت، ألا وقد أوضحت، ألا وإن الله عز وجل قال، وأنا قلت عن الله عز وجل، ألا إنه لا أمير المؤمنين غير أخي هذا، أي يقصد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، ألا لا تحل إمرة المؤمنون أو المؤمنين بعدي لأحد غيره. ثم ضرب بيده إلى عض علي عليه السلام فرفعه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام منذ أول ما صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بره على درجة دون مقامه، متيمنا عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي على يمينه، كأنهما في مقام واحد. فرفعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وبسطهما إلى السماء، وشال عليا عليه السلام حتى صارت رجله مع ركبة الرسول صلى الله عليه وآله، ثم قال: أيها الناس، من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسوله. فقال: ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. معاشر الناس، هذا علي أخي ووصيي وواعي علمي وخليفتي في أمتي، على من آمن بي وعلى تفسير كتاب الله عز وجل والداعي إليه والعامل بما يرضاه والمحارب لأعدائه والموالي على طاعته والناهي عن معصيته. إنه خليفة رسول الله وأمير المؤمنين والإمام الهادي من الله، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بأمر الله. يقول الله: ما يبدل القول لدي، بأمرك يا رب أقول، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، والعن من أنكره، واغضب على من جحد حقه. اللهم إنك أنزلت الآية في علي وليك عند تبيين ذلك ونصبك إياه لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقلت: إن الدين عند الله الإسلام، وقلت: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الأخسرين. طبعا ليلى، يعني مضامين جدا عالية ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أعتقد شخصيا أنه مسؤوليتنا كموالين لأهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين أنه نطلع أكثر على مضامين هذه الخطبة لنتثقف يعني الثقافة الحقيقية بغديرهم إن شاء الله. بالضبط، وهي هذه المناسبة، وإحنا مثل ما قلنا اليوم مباشر إن شاء الله راح نكون وياكم في كل الأشياء اللي تتعلق، كل المواضيع اللي تتعلق بعيد الغدير، من الخطبة، من الأعمال، من الدلالات على عيد الغدير إن شاء الله راح تكون كلها في حلقتنا بإذن الله تعالى اليوم مباشر. مثل ما نوهنا بالبداية على سؤال حلقتنا لهذا اليوم، التفاعل الخاص بها، والذي يقول: كيف تحافظ على عقيدتك في زمن الفتنة؟ السؤال موجود على الصفحة الرسمية لمجموعة قنوات كربلاء الفضائية، اللي حاب يشارك ويانا بقى وقت قليل جدا إن شاء الله، وراح نبدي نقرأ التعليقات أنا وزميلتي نهاوند. لكن بالبداية خلونا ننتقل إلى الأخ ماجد الأسدي، اللي كالمعتاد ومثل ما عودنا وعودكم أنه ينطينا جولة يلتقي بيها مع مجموعة من الأشخاص ويطرح عليهم سؤال التفاعل مباشرة، يأخذ منهم الإجابات حول هذا الموضوع. تعالوا سوية، خلي نستمع إلى جولة ماجد ونستمع أيضا إلى إجابات الناس في هذا الموضوع. أسعد الله صباحكم أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، وهذه جولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال التفاعل لهذا اليوم يقول: كيف تحافظ على عقيدتك بزمن الفتنة؟ تعالوا معي يا أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء، ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا ردنا نبتعد عن الفتنة اللي هي ما ممكن أن تنتهي لكن تقل، هي من خلال التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتمسك بأهل البيت سلام الله عليهم بالقرآن الكريم وأهل البيت. إذا صار تمسك بالقرآن الكريم وبأهل البيت سلام الله عليهم والصالحين والصلحاء والطيبين والأخيار فإننا إن شاء الله تعالى بخير. ولكن لا سمح الله إذا كان بعض الناس اللي هم في طريق الإصلاح وطريق الفلاح يسمى ويدعى كذلك ولكنهم في الواقع بعيدين عن القرآن وبعيدين عن البيت، لو كانوا حقيقين مع الله سبحانه وتعالى وأهل البيت والصلحاء والعلماء لما وصلوا إلى هذه الفتنة وإلى التشتت وإلى التمزق. لكن إذا بعون الله تعالى استمرينا على هذا الطريق، طريق أهل البيت والحسين عليه السلام، أحرار أبو الأحرار الحسين عليه السلام، إذا مشينا على طريق الحسين ونهج الحسين فإننا إن شاء الله تعالى سنبتعد عن الفتنة إن شاء الله تعالى. طبعا العقيدة هاي خصوصا في زمننا هذا وزمن التطور اللي هو الوسائل الإعلام من تلفزيون من وسائل برامج تلفزيون، هذه كل هذه رايحة تحرف العقيدة خصوصا تسلط الضوء على الشباب. احنا الحمد لله شبابنا فعلا ان شاء الله احنا تربيتنا وتربيتهم ابنائنا على الإمام على ما مشى عليه لائمتنا الاطهار عليهم السلام وعلى ما مشى وعلى ما مقذانا ابائنا واجدادنا، حيث قال الشاعر: لا عذب الله امي انها شربت حب الوصي وقذتني باللبن، وقد كان لي والد يهوى أبا حسن فكنت ذي وذي أهوى أبا حسن. فهذا الحمد لله رب العالمين، نحن نربي أولادنا ونربي شبابنا على التمسك بالعقيدة الصحيحة، العقيدة المحمدية الإسلامية. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونحن نعيش هذه الأيام أيام تنصيب الإمام علي عليه الصلاة والسلام في يوم الغدير، ووصايانا حقيقة في هذه الأيام إلى الشباب، لأنه مرحلة الشباب مرحلة خطرة حقيقة، مرحلة المراهقة، ومن ثم هاي الأعمار تقريبا من عمر 14 سنة إلى 21 سنة، هذه تكون سريعة التغيير وسريعة الأهواء، وبعضها القاعدة عندها قاعدة يعني مرددة أو ضعيفة. فالكثير من الشباب خصوصا في هذه الأيام يعني يميلون إلى ما يأتي في الإنترنت وما يأتي في الموبايل، وأعداءنا كثر وعلموا بأنه الموبايل له تأثير على الشاب وعلى الشابة، فأخذوا يبثوا بعض السموم بالنسبة إلى شبابنا. والمشكلة أنه الشاب لم يرجع ليسأل عن هذه الأشياء التي يقرأها أو التي يراها، وإحنا عندنا قاعدة أنه الجاهل يرجع إلى العالم، وأخذوا يشككون في مسألة التقليد، تقليد المراجع حفظهم الله. ولا بد وصايانا إلى أولادنا وشبابنا أنه لما يأتي في الشيء على الإنترنت أو على التليجرام أو على الفيس، لابد أنه قبل أنه يبت ويتكلم ويعلق وبعض الأحيان يشتم ويتجاوز على بعض الناس وهو غير متأكد ومجرد كلام عابر قاله فلان، هو من هو فلان الذي دا يتكلم؟ هل هو مرجع؟ بل هل هو عالم؟ حتى وإن كان عالم، مدى علميته؟ وكيف أنا أسمع كلام بعض الناس وأنا غير متأكد؟
والإمام صاحب العصر والزمان أنطانا قاعدة لابد أن نسير عليها، وحيث قال في توقيعه الشريف: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا فهم حجتي، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية، تقبلوا تحياتي وهذه عودة إلى الزميلات في الاستوديو. حياكم الله مشاهدينا الكرام، طبعا شكرا لماجد الأسدي طبعا على هذه الجولة اللي تعرفنا من خلالها على آراء بعض من الشيوخ وأيضا من المواطنين على سؤال تفاعلنا لهذا اليوم: كيف تحافظ على عقيدتك في زمن الفتن؟ طبعا يطيب لنا الحديث إن شاء الله وأيضا قراءة تعليقاتكم التي وردت إلينا على الصفحة الرسمية لقناة كربلاء الفضائية على تطبيق الفيسبوك. مشاهدينا قبل لا نطلع إن شاء الله على هذه التعليقات وعلى آرائكم الطيبة، نذهب إلى موجز الأخبار مع الزميل عباس الأنصاري ومن ثم لنا عودة. السلام عليكم، موجز الأخبار. الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تفتتح مؤسسة الشيخ أحمد الوائلي التعليمية الطبية بحضور متوليها الشرعي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي. مسؤولون في العتبة المطهرة بيّنوا أن المؤسسة تعد منجزاً طبياً جديد يضاف إلى الإنجازات السابقة والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وجرى حفل الافتتاح بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والدينية وجمع غفير من الملاكات الطبية المتخصصة. المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي يؤكد أن مشاريع العتبة المطهرة في المجال الصحي تظهر على نحو الحقيقة وليس التنظير مدى اهتمام المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف بتوفير خدمات متطورة لأبناء العراق بكافة مكوناته وأعراقه الدينية والقومية. وأشار سماحته إلى أسباب إنشاء المستشفيات ومراكز التوحد على الرغم من أن الوظيفة الأساسية للعتبة الحسينية المقدسة هي الخدمة الدينية وخدمة الزائرين. الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة وضمن مراسيم خاصة ترفع راية عيد الغدير الأغر إذاناً ببدء الاحتفال بأسبوع الولاية بحضور شخصيات دينية ورسمية. وشهدت المراسيم عقد مؤتمر صحفي أوضح القائمون من خلاله تفاصيل النشاطات العلمية الخاصة بمهرجان الغدير المبارك استعداداً لإحياء تلك المناسبة العظيمة. مديرية الزراعة في واسطة تدعو الجهات المعنية إلى ضرورة حماية الثروة السمكية في مياه نهر دجلة من الصيد الجائر للحفاظ على الثروة الوطنية التي تضم أندر أنواع السمك، إلى جانب تشكيلها رافداً مهماً من روافد السوق. من جانبها وجهت شرطة واسطة مفارزها بمحاسبة الصيادين المخالفين وفقا للقانون. منظمة الثقافة والفن والرياضة في بلدية قم المقدسة وبالتعاون مع جمعية الخطاطين تقيم معرضا للخط بمشاركة عدد من أبرز الفنانين والخطاطين في المدينة. ركز المعرض على واقعة الغدير وما تسمى بمناسبة أيام عشرة الولاية في البلاد التي تلي عيد الأضحى المبارك وصولا إلى يوم عيد الغدير الأغر. مشاهدينا، كان هذا موجز الأخبار وهذه عودة للزميلات في استديو صباح كربلاء.
مشاهدينا نعود وياكم وقراءة بعض التعليقات اللي وردتنا على سؤال التفاعل لهذا اليوم، ونذكر بالسؤال اللي مسمعه هو كيف تحافظ على عقيدتك في زمن الفتنة. اليوم التعليقات ما شاء الله نورت الصفحة، وطبعا كل واحد عنده طريقة، ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه عندنا هالشكل شخصيات بهذا الوعي الديني. خلي نبدأ وياكم بقراءة هذه التعليقات وما ناخذ من الوقت هواية. أول واحد راح نقرأ سيد حسين. سيد حسين عنده رأي خاص بهذا الموضوع، يقول أهم شيء الإرادة، أن يكون الإنسان ذو بصيرة وذو إرادة صلبة. فقد ورد أن المؤمن صلب الإيمان وتوكل على الله في جميع الأمور والدعاء. كذلك فقد ورد أو روي عن الإمام الصادق عليه السلام من دعاء الغريق ينجو إن شاء الله من الفتن، والدعاء هو يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. طبعا اللي حاب أنه يستفيد أكثر إذا كان من أصحاب الدراسات أو اللي عنده موضوع أو اللي حاب أصلا هو يثقف نفسه، أنه ندعوهم اليوم يقرون تعليقات جميع الأخوة والأخوات اللي مشاركين ويانا بهذا السؤال، لأن فعلا تعليقات تثلج القلب. أكيد طبعا يا ليلى، كل واحد من المشتركين توقف بلي على نقطة جدا مهمة. بلي الأخت شمس محمد تقول التمسك بولاية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. شكرا لك يا شمس وشكرا لرأيك. أما الأخ عدي خليل يقول بلي السلام عليكم. عليكم السلام والتحية والإكرام. أحسنتم السؤال، وأهم الأمور هي عدم الانصياع خلف ممن لا يملكون العلم والمعرفة. وهذا قبل قليل طبعا تطرق إلى الشيخ مشاهدينا من خلال التقرير والجولة، ويقول وعدم اتباع الجهلة في كل مفاصل الحياة مما يؤدي ذلك إلى الضرر الكبير في أذية الشخص لنفسه ومجتمعه ككل، ويجب اتباع العالم الفاهم في كل الأحوال. شكرا لك يا عدي. والأخت أم علي تقول عمل الخير، طبعا من خلال عمل الخير وتقوى الله تعالى مدعاة للتوفيق وحفظ النفس وقضاء حوائج المؤمنين وتكفير الذنوب والنية الحسنة، أحب لأخي مثل ما أحب لنفسي. طبعا الأخت أم علي بهذه الطريقة تقول أنه أتجنب المفاتن في هذا الزمن. فعلا أنه إحنا نعيش في زمن الفتنة، فكل ما حصلنا نفسنا أكثر، ودعينا الله سبحانه وتعالى أنه يساعدنا بهذا الموضوع ويثبت أقدامنا من الزلل، إن شاء الله نكون من الثابتين. تعليق آخر من محسن العراقي يقول تجاهد به أن تكون عفوا مع الله ورسوله، وتستعيذ بالله من مضلات الفتن، فالله يهدي إلى سبيله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندنا أيضا تعليق آخر، عباس الفتلاوي يقول لن تغلبك الدنيا وأنت تملك قلبا يعاهد الله كل صباح ومساء بقولك إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أبدل قلقنا سكينة وهمنا انشراحا وسخطا رضا، وسخطنا عفوا رضا، وخوفنا طمأنينة، وعجزنا قدرة، وضيقنا فرحا، وعسرنا يسرا، وضعفنا قوة. فقط كن مع الله يقيك من الفتن. آمين يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين، وأن يثبت أقدامنا من الزلل في هذا الزمن، زمن الفتنة. حول هذا الموضوع مشاهدينا طبعا لهنا أنا رح نتوقف شوي قراءة التعليقات حتى ناخذ معلومات أكثر عن مكانة وفضل يوم الغدير الأغار، وأهم الأعمال اللي راح نأديها بإذنه تعالى في يوم غد. مثل ما نوهنا قلنا من الضروري أنه اليوم نتهيأ لهالموضوع، لذلك راح ينضم ويانا الشيخ وأيضا عبد الستار الدكتور رجل الدين. اليوم مشكور نورنا في استوديوهات قناة كربلاء الفضائية. أهلا وسهلا بكم شيخنا، وأسعد الله صباحكم. وبكم أكثر، أسعد الله أيامكم، جعلكم الله تعالى من الموالين أنتم وجميع المشاهدين إن شاء الله. حياكم أيضا إن شاء الله. طبعا بقولنا أنه استعدادا ليوم غد بإذن الله تبارك وتعالى، وكما تعلمون أكيد ويعلم الجميع أن هناك خصوصية لهذا اليوم، نحب أنه تزودون أكثر عن فضل هذا اليوم عند الله تبارك وتعالى. أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المبعوثين أبي القاسم محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين في هذا الحين وفي كل حين إلى قيام يوم الدين. أولا نهنئ أنفسنا بهذه التحفة الإلهية السماوية، المنة الإلهية التي من الله تعالى بها علينا، ونهنئ مراجعنا العظام، نهنئ الأمة الإسلامية، نتقدم بالتهنئة إلى صاحب العصر والزمان، قائدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا بذكرى تتويج جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذا التاج الرباني الإلهي الذي ما حصل عليه حاصل من قبله ولن يحصل عليه حاصل من بعده. يوم الغدير هو يوم عيد الله الأكبر، هو الذي سمي بالإسلام بالسماء بالعهد المعهود، وسمي بالأرض باليوم المشهود، هذا اليوم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله بإطلاقه صفارة إنذار بالحجيج لما عادوا من مكة، حيث نادى بصوته لا بصوت غيره الصلاة الصلاة الصلاة، وهذا يعني بأن هنالك أمر عظيم لا بد للأمة الإسلامية أن تجتمع عليه، لا بد للمسلمين أن يجتمعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، وإلا ما نادى النبي بصوته وبلسانه الصلاة الصلاة الصلاة. عندئذ اجتمع ما ينيف على 120 حاجا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، الأمر الذي دعا النبي صلى الله عليه وآله أن ينادي بالمسلمين بقضية مفصلة مباركة عندما صعد على أحداج الإبل، وهو يعد من أعلى المنابر التي أعدت ما قبل الإسلام وبالإسلام وما بعده إلى يومنا هذا، منبر يتكون من 120 هودجا 120 ألف هودج، حتى علا فتعالى وصعد النبي صلى الله عليه وآله وأصعد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على آخر مرتبة من هذا المنبر، وأخذ بيد أمير المؤمنين ورفعها إلى الأعلى حتى بانت عفورتا أبطي النبي وعلي صلوات الله عليهما وآلهما، ونادى النبي صلى الله عليه وآله بلسان وصوت رخيم عال رفيع: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال موالاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وهنالك نقطة لا بد من الوقوف عليها دائما، تتردد تصدح بها المنابر ولكن دون التأمل، قال النبي: وأدر الحق معه، لم يقل وأدر عليا مع الحق، بل قال وأدر الحق معه أينما دار، وهذا معناه أن الحق يتبع علي بن أبي طالب، حيث أن عليا هو الحق كما ورد بحديث صحيح على لسان النبي صلى الله عليه وآله، قال علي مع الحق والحق مع علي، علي حق، علي قرآن يمشي على وجه الأرض. نعم. طيب شيخنا، بدنا أيضا نعرف أنه أهل البيت عليهم السلام كيف كانوا يحيون يوم عيد الغدير؟ أولى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هذا اليوم اهتماما بالغا، وأوصوا شيعتهم ومحبيهم. نعم. بل هي القضية لا تقتصر على شيعة أهل البيت، إنما بعث النبي رحمة للعالمين. نعم. وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم الامتداد الطبيعي للنبي، إذن هم رحمة، فالنداء لكل المسلمين بل لكل البشرية. نعم. يحيى هذا اليوم كما ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولعله على وجه التركيز والخصوص على لسان الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بأن يستقبل هذا اليوم بالصيام، وصيامه يعدل صيام 60 سنة. نعم. ومغفرة الذنوب لا تعد ولا تحصى. نعم. فمن يعني من أولويات ما أشار له أهل البيت هو الصيام. أحسنت. وكذلك تفطير الصائم حتى تكون قرينة. يعني اللي ما توفق للصيام ممكن أنه يحضر فطور للصائمين. لصائم أحسنتم. لصائم الذي لم يوفق، الذي معذور مثلا. نعم. من أعماله الغسل.
عندنا غسل قبل الزوال بنصف ساعة أو بساعة على ما ورد. يغتسل الإنسان بنية القربة إلى الله تعالى إحياء لهذا اليوم. الصدقة للفقراء من أعماله الصدقة، من أعماله صلاة ركعتين قبل الزوال، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد، يعني سورة الإخلاص عشرا وآية وسورة إنا أنزلناه عشرا، بتفصيل موجود بكتب التي تعنى بهذا الشيء. أحسنتم. طبعا يعني جناب الشيخ الفاضل، طبعا ذكرت أنه بعض من الأعمال على في هذا اليوم، يعني يوم الغدير إن شاء الله، ونأمل أنه نكون مستعدين نفسيا وروحيا لأداء يوم الأعمال غد طبعاً. نعم إن شاء الله يوم غد بإذن الله تبارك وتعالى. طيب هذه الأعمال مثل ما ذكرتم أنه دفع الصدقة والأعمال الصلاة المستحبة والصيام وما شاكل، ماذا يحتم علينا هذا اليوم، يعني إن شاء الله يوم غد، من مسؤولية قد تكون انه تجاه أئمتنا الأطهار عليهم السلام بصورة عامة ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام بصورة خاصة، يعني بمعنى انه من باب الحب والوفاء لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام كشيعة موالين ومحبين لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوم الغدير ماذا يحتم علينا؟ مسؤولية المؤمن مسؤولية تختلف عن بقية المسؤوليات. الإنسان إذا ادعى بأنه يوالي أهل البيت فلا بد له أن ينهج نهج آل البيت. ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تثبيت شيعة هوية الشيعي المؤمن بقوله شيعتنا من أطاع الله وأطاع الرسول ونهج نهجنا آل البيت، هذه مسؤولية. شيعتنا بالمنادات، شيعتنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. إذن على المؤمن الموالي الذي ينتظر هذا اليوم يوم البيعة أن يطبق ما أراده الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حتى يكون واجهة مضيئة مشرقة تعطي صورة عن الموالي الحقيقي الذي يدعي أنه من شيعة أهل البيت. فإن الإدعاء كما يقولون أول الكلام، الإدعاء أول الكلام، أنا لا يؤخذ بالدعاء بلا دليل، فهذا الإدعاء يحتاج إلى دليل. ما دليل هذا الإدعاء؟ دليله التطبيق، دليله أن ينهج الإنسان نهج آل البيت كما أوصانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نعم. إذن الشيخ ورجل الدين عبد الستار الدتفن، نشكركم جزيل الشكر والاحترام، اليوم قطعت وقتكم وأيضا تكلفت العناء الوصول إلى مجموعة قنوات كربلاء الفضائية وهذا الحديث، إن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم يا رب. آمين يا الله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لبر علي بن أبي طالب. آمين يا علي، أنا وأنت أبا هذه الأمة، فهو أبونا ولا بد لنا من بره ولا بد لنا من طاعته وموالاته. آمين. أسأل الله تعالى تثبيت الولاية لي ولكم ولجميع المشاهدين. آمين يا رب. إن شاء الله. شكرا لكم مرة ثانية. عفوا. مشاهدينا، مثل ما استمعتوا إلى كلام جناب الشيخ، إن شاء الله نكون يعني استرجاع لمعلوماتنا كلها، وإن شاء الله نكون مستعدين للقيام بالأعمال العبادية اليوم غد. لا تنسونا بالدعاء، وإحنا أيضا إن شاء الله ما راح ننساكم بالدعاء. خلينا نتوقف مع فاصل من اختيار المخرج حول هذه المناسبة، وإن عودة ونكمل وياكم ما بدأنا به إن شاء الله في هذه الحلقة. ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، مرة أخرى نجدد لكم إن شاء الله التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الولاية لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين حقا وقولا وفعلا إن شاء الله بمولانا علي بن أبي طالب عليه السلام. مشاهدينا طبعا ما زلنا إن شاء الله متواصلين بانتقالنا من فقرة إلى فقرة أخرى ومن محطة إلى محطة أخرى من برنامج صباح كربلاء. ومثل ما استعرضنا في بداية الحلقة ذكرنا إن شاء الله طبعا راح نتوقف على تقرير مع زميلتنا صفاء الواسطي، وهذا التقرير طبعا يتضمن معلومات عامة حول ساحة المرجة وتعرف أيضا باسم ساحة الشهداء في مدينة دمشق. بكل اشتياق طبعا ننتظر أكثر معلومات على هذه الساحة من خلال هذا التقرير. نفحات من عبق التاريخ في ساحة تختزن في جنباتها الكثير من الصور والذكريات والأحداث التي ارتبطت بتاريخ المدينة وكان لها عظيم الأثر في التحولات التي شهدتها دمشق خلال العقود الأخيرة. إنها ساحة المرجة. تمتاز ساحة المرجة بتاريخها الحافل وتناقضاتها العجيبة وموقعها الاستراتيجي المميز وسط العاصمة دمشق وخارج سور المدينة القديمة، وتزداد أهميتها بترابطها مع الأسواق المتفرعة عنها. هذا ما جعلها مكاناً يجمع الخيال مع الواقع ويقدم قراءة مثالية لمفردات الحياة الدمشقية، لتأتي الساحة متفردة بكل شيء ومتميزة عن كل ساحات وميادين دمشق والمدن السورية الأخرى. كسوريين نحن نعتز بساحة المرجة لأنها تعتبر هي من تراثنا السوري الحقيقي لسببين. أول السبب هي كان مقر لإعدام كثير من شهدائنا في وقت العثمانيين وقت الفرنسيين، فإذا كان لها مذاق خاص عنا. ثانيا فيها هذا النصب الموجود في ساحة المرجة، هو أصغر مسجد في العالم، مصغر لأكبر مسجد في العالم، هو مصغر يعني مصغر من مصنوع من النحاس، من البرونز ومن النحاس، برونز ونحاس. وتعتبر ساحة المرجة هي الثقافة العليا في سوريا. مكان تآلفت فيه الأضداد وتجاوزت المتناقضات، بدءاً من أنماط عمارة أبنيتها المتناوبة، فهي تجسد مزيجاً حياً ما بين فن العمارة القديم والحديث، وما بين ترابط شرائح الناس بمختلف طبقاتهم الاجتماعية والتي تكتظ بهم على مدار الساعة. أنا من محافظة حمص، كثير سمعت عن ساحة المرجي وسمعت أنه الزوار كثير بتوافدوا عليها، فحبيت أجي من حمص خصوصي لشوف ساحة المرجي وشوف المناطق الكثير حلوة. وما بين أنواع التجارة التي تقبع في محلات وأسواق شعبية متفرعة عنها، حيث تمتد لتصل إلى الباعة المتجولين على الأرصفة، وما بين العلاقة المتبادلة مع أصحاب الفنادق والمقاهي. هلا هون محل حلويات تأسس بعام 1950، هو بتوسط مدينة دمشق بساحة المرجة تحديدا ببناء العابد اللي هو أهم معلم أثري بساحة المرجة أو ساحة الشهداء، وسميت بساحة الشهداء لأنه تم إعدام فيها عدد كبير من الشهداء، وهي منطقة سياحية بحتة فيها فنادق وفيها مقاهي وبتوافد عليها كثير من الزوار الغني والفقير، ونفس الوقت هي من المعالم الأساسية جدا بمدينة دمشق أو رمز مدينة دمشق هي ساحة المرجة. نحن حاليا في ساحة المرجة، طبعا معلم من معالم دمشق الأثرية الكبيرة، في فنادق في حول هذا الصرح الكبير من فنادق ومطاعم صراحة مشهورة وجوامع. معلم من معالم المدينة العريقة ينتصب وسط الساحة،
وهو العمود الشهير الذي بني قبل 100 عام، وبني عليه مجسم لجامع هو الأصغر في العالم، وسمي هذا النصب نصب التليغراف. جاءت إذكاراً لتدشين الاتصالات بين المركز دمشق والمدينة المنورة والبلاد الإسلامية. بيجي كثير على ساحة المرجي، معالمها كثير حلوة وأسرية، فيها الساحة هذا النصب كل العالم تجي بتتصور فيه، وفي عندنا النهر هون نهر بردة، فرع من نهر بردة، وفيها جامع كمان أسري، وفيها قريب على سوق الحميدية كمان معالم أسرية، ودائما كل ما اجي وانا اولادي بيجي لهون حتما. وما تزال المرجة مترسخة في تراث الدمشقيين، خاصة في تلك الأهزوجة الشعبية التي يرددونها باستمرار في المناسبات والعراضات الشامية، كتعبيرا عن حضور هذه الساحة في الذاكرة وارتباطها بالوجدان الشعبي. المرجة والمرجة لينا شامينا فرجة هي مزايينا، ومنطقة معروفة يعني كل العالم بس لهم مرجة بيعرفوها، يعني وين ما رحت بتقول لهم عن المرجة، يعني حتى ممن كان دول العالم بيجوا لهم بيعرفوا ان المرجة هي منطقة سياحية ومنطقة مشهورة كتير. تلك المعالم التاريخية التي لا زالت تحتفظ بسحرها، خاصة عند رؤية الحمام الذي يطير ويحط على مدار اليوم في محيط الساحة، فهذا الحمام الدمشقي رسول سلام الشام إلى العالم أجمع. لبرنامج صباح كربلاء، صفاء الواسطي، دمشق. شكرا لصفاء الواسطي على هذا التقرير وعلى هذه المعلومات، اللي طبعا توفق لزيارة سوريا ومرقد السيدة زينب، أكيد تجول في شوارع مدينة دمشق وأكيد شاف ساحة المرجة، واللي ما حالف الحظ أنه يتوصل لهذا المكان أخذنا معلومات من أهل المنطقة عن هذا المكان. كل مدينة موجود بها معالم يعني تبين عراقة هذه المدينة، وتكون طبعا محببة عند أهل المدينة مثل ما نقول، وأيضا حتى اللي يزوروها، يعني بعدين راح تتبادل الأحاديث بيناتهم وراح يقول له تذكر من رحنا المكان الفلاني، راح يبقى عالق في ذهنهم، ولما يشوفون صورة تنتمي لذاك المكان أو تقرير تلفزيوني مثل ما هسه عرضنا، مباشرة راح تعود بهم الذكريات للأمور اللي صادفتهم في ذلك المكان. حسنتي. طبعا ليلى، احنا صراحة حتى من زرنا وتوفقنا انه زيارة مرقد السيدة زينب عليه السلام كسوريا، طبعا كثير من المشاهد الأثرية الموجودة بها، فكلها هي. مثل ما ذكرت تبقى بالذاكرة فعلا. وهذا يعني بحد ذاته ينطينا فد رسالة انه احنا بلدنا العراق انه علينا انه نهتم بالأماكن التراثية، لأن راح تبقى بيوم من الأيام هي ذاكرة في ذهن السائح. أيه. فأكيد أنه هذه الأماكن الأثرية لها دور كبير في جذب السائحين. هي تتعدى هذا الموضوع، مو فقط تبقى بذاكرته ويزور هذا المكان وراح ندخل في موضوع السياحة وهيك شيء، أكو موضوع آخر أنه اللي يزور هذا المكان إذا كان هو من خارج، يعني مو من أبناء البلد، اللي هو سائح، خلينا نطلق عليه هاي التسمية، اللي يجي ويزور هذا المكان وتصير عنده في الذكريات جميلة أو يرتاح بهذا المكان، تبقى عنده حنية إله. بالفعل مثل ما هسه كثير من الناس أنه عندهم حنية الأماكن أنه زاروها من قبل كذا سنة، لكن يذكرها هو، حتى من يشوف صورتها يذكر ويحن إلها، وما يحب أنه يسمع بأخبار سيئة مثلا خبر يعني دمار أو شيء من هالقبيل، مباشرة راح رأسا يتعكر مزاجه ويقول أنه حريمة مثلا هاي رحت لها فلان سنة وهيك صار بيها، ويسرد الأحداث عامة على هذه المنطقة. بلي، وتبقى مسألة الحنية، هاي مشاعر جميلة تكون عند الإنسان. نعم. احنا في هذا الشهر الفضيل نرجع مرة أخرى إلى شهر ذي الحجة، بتشوفيه المليء بالمناسبات. إش كم مرة يعني في حياتنا مر علينا عيد الغدير، مرات كلش كثيرة، إش قد ما عمرنا إحنا كل سنة هو يمر عيد الغدير. شوفي نعود بالذكريات إلى أيام كلش
يعني كلش قديمة. نذكر المناسبة اللي كانت هي أجمل بالفعل، اللي كانت بيها تركت أثر بينا. بالضبط. نعم، إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يجعلنا من الذين يعطون حق هذا العيد لنعيد الله الأكبر. يعني مثل ما ذكرت ليلى، هواي مرت علينا أعياد وعيد الغدير بصورة خاصة، لكن يعني عيد الله الأكبر كما سموه أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. طبعا يعني أفراح وأجواء تملأ صراحة، أنه مجموعة قنوات كربلاء الفضائية نبارك لكل كوادرها الإدارية والفنية بهذه المناسبة العطرة. نسأل الله عز وجل أن يبارك بهذه الجهود التي تبذل ليلا ونهارا في سبيل إيصال رسالة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. وأكيد بدورنا نحيي زميلنا مصطفى ستار اللي راح يرافقنا إن شاء الله في نشرة الطقس. مصطفى، كل عام وانت بألف خير، وجعلنا الله وإياكم إن شاء الله من المتمسكين. صباح الخير زميلتي نهاوند وزميل أني نعم. ليلى اليوم وياك مصطفى. نعم. إذا ما تشوفني. نعم زميلتي ليلى، صباح الخير ولكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، ومتباركين بهذه المناسبة المباركة. إن شاء الله تكون مثل هكذا مناسبات تجمع أكثر بين الأصدقاء والمحبين وجميع المسلمين وجميع المؤمنين، مثل هكذا مناسبات عطرة إن شاء الله. إن شاء الله. وشكر جزيل لجهود جميع العاملين في صباح كربلاء، وكذلك جميع العاملين في مجموعة قنوات كربلاء الفضائية، جهود كبيرة وبرامج مهمة في مثل هكذا يوم عظيم. نعم مصطفى، احنا دائما يكون عندنا حافز ونكون متفائلين جدا ونحفز نفسنا ونحفز المشاهدين على احياء المناسبات، لكن من تصير الساعة بالعشرة بالضبط وصباح كربلاء شوية ننتكس، يعني نقول لتكون اكو عواصف ترابية، فطمنا يعني اكو عواصف لو ان شاء الله ماكو؟ يعني اكو تصاعد للغبار، لكن ليس بكلمة العواصف. مثل ما يوم أمس أكيد لامست موضوع كان غبار لكن بشكل خفيف، لكن للأسف كما ذكرنا أيضا يوم أمس هنالك ارتفاع في درجات الحرارة، ربما في منتصف هذا الأسبوع تصل إلى الخمسينيات، كذلك ارتفاع في مستوى الرطوبة لا سيما في مناطق الجنوب. يعني الحظ الأوفر يكون لمحافظة البصرة والناصرية، تعرفون المناطق تكون دائما حارة. وذكرت أيضا معلومة يوم أمس، محافظة البصرة سجلت أعلى مستوى لدرجات الحرارة يوم في عام 2016 في 22 تموز، لذلك يعني هاي المناطق يعني ايضا مو غريب عليها هذه المستويات من درجات الحراره. طبعا مصطفى مثل ما تعرف موسم عوده الحجاج، اكيد طقوس بالاسر يعني المؤمنه بصوره عامه لاستقبال حجاجهم، بنفس الوقت انه اداء مراسيم زياره مولانا امير المؤمنين عليه السلام باسبوع الولايه، كل ذلك طبعا يحتاج الى طقس، يعني نسال الله عز وجل انه يرزقنا من فضله، فنحب انه تبين لنا الدرجات العظمى والصغرى، يلا قد يكون هناك يعني باب الاطمئنان للمواطنين بصورة عامة. إن شاء الله راح نعطي تفاصيل أكثر عن نشرة أخبار الطقس بعد هذا الفاصل القصير. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم بكل خير في صباح جديد مع نشرة الأنواء الجوية ضمن برنامج صباح كربلاء، والبداية كالعادة بتصريح رسمي من قبل هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي اليوم الأحد الموافق 17 تموز. نبدأ من المنطقة الوسطى، الطقس فيها صحوا كما يتصاعد الغبار خلال النهار، درجات الحرارة مقاربة تقريبا للأمس، أما فيما يخص الرياح تكون شمالية غربية معتدلة سرعتها ما بين 20 إلى 30 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر، وفي الغبار من 2 إلى 4 كيلومتر. أما المنطقة الشمالية الطقس فيها صحوا أيضا، درجات الحرارة مقاربة للأمس، الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، سرعتها ما بين 20 إلى 30 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر. أما أخيرا المنطقة الجنوبية الطقس فيها صحوا مع غبار متصاعد، درجات الحرارة تكون مقاربة للأمس، أما فيما يخص الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، سرعتها ما بين 20 إلى 30 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 وفي الغبار من 2 إلى 4 كيلومتر. أما درجات الحرارة المتوقعة في عراقنا الحبيب فهي كالتالي.
نبدأ كالعادة من العاصمة الحبيبة بغداد. الأجواء مشمسة في بغداد ودرجات حرارة ما بين صغرى 29 وعظمى 45 درجة مئوية في العاصمة. أما جنوبا حيث البصرة كما ذكرنا أجواء لاهبة 48 درجة مئوية العظمى والصغرى 31 درجة في البصرة حيث الجنوب. أما في شمالنا الحبيب 44 درجة مئوية كدرجة حرارة عظمى والطقس مشمس طبعا والصغرى 28 كما تلاحظون. أما في مدينتنا الحبيبة كربلاء المقدسة كما تلاحظون أجواء مشمسة ومرهقة 46 ستصلها الحرارة بحسب المختصين والصغرى سجلت فقط 31 درجة مئوية. أيضا حيث الجنوب في ذي قار تحديدا كما تلاحظون الارتفاع في درجات الحرارة 47 العظمى والصغرى 31 والطقس سيكون كالعادة مشمس. في السليمانية أجواء أيضا حارة رغم كونها مناطق شمالية 45 عظمى وصغرى 28 والطقس أيضا مشمس هنالك. في بابل أيضا درجات الحرارة مشمسة ودرجات الحرارة ما بين 45 عظمى وصغرى 29 درجة مئوية في محافظات الفرات الأوسط. أما في ميسان ستكون الأجواء أيضا مشمسة وحارة أما درجات الحرارة ما بين صغرى 30 وعظمى 45 درجة مئوية. أيضا بالانتقال إلى الشمال مرة أخرى في إدهوك فقط سجلت 43 درجة مئوية أو ستسجل العظمى والصغرى 28 والطقس أيضا مشمس. حيث الغرب في الأنبار تحديدا هنالك درجات الحرارة كما تلاحظون يعني أكثر انخفاضا من الوسط والجنوب 42 العظمى والصغرى 26 والطقس طبعا سيكون مشمس هنالك. أيضا ننتقل إلى النجف الأشرف حيث الأجواء المشمسة ودرجات الحرارة تماما تلامس عتبة 45 والصغرى 32 درجة مئوية هنالك. أيضا في محافظة الديوانية كذلك أجواء لاهبة 47 العظمى والصغرى 31 والطقس أيضا سيكون مشمس. في شمالنا الحبيب مرة أخرى في الموصل تحديدا الطقس سيكون مشمس والحرارة 45 والصغرى كما تلاحظون فقط 28 درجة مئوية. في محافظة ديالى الحبيبة أيضا أجواء ستكون مشمسة ومرهقة 46 ستصلها العظمى والصغرى كما تلاحظون بحسب المختصين 30 درجة مئوية. أيضا ننتقل إلى محافظة أخرى بالتحديد في واسط الحبيبة كما تلاحظون أجواء مشمسة 46 العظمى والصغرى سجلت 30 بحسب المختصين في الأنواء الجوية. أيضا ننتقل إلى صلاح الدين كذلك تلامس 45 العظمى والصغرى 30 والأجواء مشمسة. أخيرا في محافظة المثنى كما تلاحظون أجواء أيضا حارة في المثنى صغرى 31 وعظمى 46 والطقس أيضا مشمس. يكتب المتنبئ الجوي حسين الأسدي هذا الأسبوع تكون درجات الحرارة ربما تقارب 50 درجة مئوية في مناطق الجنوب ونهاية 40 في المناطق الوسطى وبداية ومنتصف 40 في المنطقة الغربية والشمالية. أيضا تستمر طوال هذا الأسبوع مع توقعات بارتفاع معدلات الرطوبة النسبية في محافظة البصرة وميسان جنوبا من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الحالي تزامنا مع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية لتكون الأجواء مرهقة شديدة الحرارة بينما تستمر الحرارة أو الرياح الحارة الشمالية الغربية في باقي المناطق. لذلك يرجى عدم التعرض للإشعاع الشمسي بشكل مباشر ولفترات طويلة كما متوقع عن تشكل موجات غبار خفيفة وعلى فترات على أجزاء من صلاح الدين والمنطقة الغربية وبادية الجنوب في الأيام القادمة والله أعلم. أما درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن المجاورة نبدأ من مشهد المقدسة كما تلاحظون في مشهد أجواء مشمسة درجات حرارة ما بين صغرى 24 وعظمى 37 في مشهد. أما في المدينة المنورة في السعودية أجواء أيضا مشمسة ودرجات الحرارة ما بين صغرى 32 وعظمى ستصل إلى 42. في الكويت أيضا أجواء حارة 44 العظمى ومشمسة
والصغرى سجلت بحسب المختصين 36 درجة فقط. العاصمة السورية دمشق أيضا ستكون الأجواء مشمسة ودرجات الحرارة ما بين صغرى 19 وعظمى 38 درجة مئوية. أيضا في الأردن في عمان تحديدا أجواء معتدلة 32 فقط العظمى، والصغرى كما تلاحظون 21 والأجواء مشمسة. أخيرا في اسطنبول التركية أيضا أجواء معتدلة تماما 31 العظمى والصغرى 23 كما تلاحظون، والطقس سيكون هنالك مشمس. أيضا للتعرف على بعض درجات الحرارة في بعض البلدان الإقليمية نبدأ كالعادة من مدينة أو عاصمة الضباب لندن. كما تلاحظون درجات الحرارة معتدلة 28 العظمى والصغرى 18، والطقس سيكون غائم جزئي في معظم ساعات النهار. في العاصمة الألمانية برلين كما تلاحظون أجواء ستكون غائمة جزئية وممطرة، درجات الحرارة ما بين صغرى 14 وعظمى فقط 23. في ستوكهولم أيضا ستكون الأجواء غائمة جزئيا ودرجات الحرارة ما بين صغرى 12 وعظمى 20 درجة مئوية. أما في كوبنهاغن أيضا الأجواء كذلك لا تختلف، أيضا غائمة جزئيا ودرجات الحرارة ما بين صغرى 15 وعظمى 21 درجة مئوية. أخيرا في العاصمة الفرنسية باريس أجواء معتدلة تماما كما تلاحظون ومشمسة 32 العظمى وصغرى 20 درجة مئوية. أيضا نكرر عدم التعرض للإشعاع الشمسي بشكل مباشر ولفترات طويلة تجنبا ل يعني وعكات صحية أو أمراض جلدية تسببها الشمس لا سيما في هذه الأيام. هذا كل ما رصدناه من درجات حرارة وطقس في العراق وبعض البلدان المجاورة والإقليمية. إن شاء الله نلتقي غدا، هذه عودة للزميلات ليلى ونهاوند لتكملة باقي الفقرات. شكرا لزميلنا مصطفى ستار طبعا على بيان درجات الحرارة وأيضا درجات العظمى والصغرى للمحافظات العراقية وأيضا البلدان العربية وغير العربية. مشاهدينا الكرام طبعا بودنا أنه نعود لأهمية الحديث وأيضا لثقل المناسبة التي نشهدها في هذا الأسبوع، على وهي تنصيب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام للولاية خلافة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بودنا أنه نربط المناسبة اللي نعيش طبعا في رحابها مع موضوعنا طبعا ليلى اللي طرقنا سؤال التفاعل، هو كيف تحافظ على عقيدة في زمن الفتن. هناك يعني لمن يتطرق وأيضا يتصفح نهج البلاغة راح يشوف أكفت خطب أكفت جمل للإمام علي عليه السلام يشير بها أنه دور المؤمن في زمن الفتن شلون راح يقدر يتعامل مع هذه الفتن. فنتمنى أنه من كل الأشخاص وأيضا أنه المشاهدين وأيضا طبعا من أنفسنا نطلع أكثر على الأدوات اللي بينا إياها الإمام علي عليه السلام في زمن الفتن أو في المرحلة اللي يعيشها الشخص. ويمكن هذا الأمر شاهدناه يعني أكيد يعني خصوصا في بلداننا على كافة الأصعدة، كان البعض أنه راح بمنزلق مع شديد الأسف، البعض تعامل وياها بكل حكمة فما أعطى مجال للمقابل. نهاوند أنت تشوفين أنه الانفتاح اللي نعيشه إحنا بعصر التكنولوجيا جعل أنه كثير من الأشخاص يدخلون أفكارهم وينطون آرائهم واللي إحنا ما نعرفهم أصلاً هم منو اللي وراهم يقف، وهذا الشيء خلى كل شيء متناول أيدينا، يعني متناول أيدينا إحنا جميعاً.
هذه الآراء اللي هي لا من ديننا ولا من تربيتنا ولا من موقعنا احنا كجغرافي. احنا ننتمي، اذا ما ننتمي للدين فاحنا ننتمي للعشائر وننتمي لهذه الامور، يعني يكون عندنا مبادئ نمشي عليها. الإمام الحسين عليه السلام في ذاك الوقت في سنة 61 للهجرة قال: لم يكن لكم دين كونوا أحرار في دنياكم. هل الحرية هي اللي تتيح للإنسان أنه يعتنق عقيدة ويتمسك بعقيدة هي مو العقيدة الحقيقة؟ يعني هل أنه من حرية الإنسان أنه يجعله ينسلخ ويعود بشكل لباسه إلى لباس النيادرتالي وغيرها؟ يعني أنت تشوفين أكو أشياء هي مو منطقية، ناس صحيح. يعجبها أنه يعجبها هالشكل، تتحرر من كل شيء، حتى من ملابسها اللي لابستها اللي تحفظ كرامة الإنسان يريد يتحرر من عندها. دخل مواضيع تخص الإلحاد، دخلت مواضيع يعني تتهجم على العقيدة الإسلامية، دخلت مواضيع تتحكم حتى في الفرائض اللي فرضها علينا رب العالمين اللي ما بيها جدال، حدود الله سبحانه وتعالى ما بيها احنا جدال، حتى هاي الأمور بدأت تتدخل بيها، يقول لك إنه هي محجبة. هسه نريد ناخذ الأمور اللي خاصة بينا كنساء، محجبة بس هي قلبها مو زين، أو هي مو محجبة بس هي مع الله سبحانه وتعالى وقلبها أبيض، هذه كلها تغطية. والهدف من عندها أنه يردون يزلقون البنات المسلمين. أحسنت. هذه جانب. نجي على جانب الشباب، تشوفين مرة داخلي لهم موضوع الإلحاد، مرة داخلي لهم بأمور أخرى ما نريد نذكرها، كل المشاهدين لكن على وجه الصراحة يا ليلى، يعني مسألة كلش مهمة ذكرتيها، يمكن مسألة الإلحاد اللي شاعت كلش طبعا بوقتنا، المشكله انه مو بصوره صريحه من تجي كأم وتنبهين الولد تقولي له، يجون باسلوب. انا يعني ليش قلت لك احنا ما نعرف من يوقف وراهم حتى يدخلون بها الموضوع، انه شلون يعني اقول لك اياها، يعني يجوهم باسلوب، بداوا يشككون ويهاجمون حتى العلماء مالتنا. نعم زين. يعني هاي الاساليب كلش خطره، كلش صعبه، لازم انه نبدي من انه الاباء والامهات اللي هم المحطه الاولى اللي عن تربيه ابنائهم الله سبحانه وتعالى راح يسالهم عنها، والمحطه الثانيه احنا كمؤسسات اعلاميه كمجتمع لازم كنا نحارب هذه الظواهر اللي هي خارج نهج الاسلام. واحنا مثل ما قلنا انه نغتنم فرصه عيد الغدير الاغر حتى نراجع نفسنا، وإن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أنه يثبت أقدامنا ويثبتنا على هذه العقيدة الحقة إن شاء الله، ويخلينا وياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. راح نتوقف في وقفة قصيرة مع سيد إحسان الموسوي مسؤول وحدة الإعداد والتقديم في مجموعة قنوات كربلاء الفضائية، وإلى كلام خاص بهذه المناسبة بمناسبة عيد الغدير الأغار. ونكرر مرة أخرى إن شاء الله، هو غدا يوم عيد الغدير، لكن اليوم خلينا نعرف مكانة يوم عيد الغدير ونحضر نفسنا بهذه المعلومات. خلينا نتابع وياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تميزت بيعة الغدير باهتمام خاص من أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم في كل الأجيال، فقد صعد المنبر في يوم من الأيام أمير المؤمنين عليه السلام في خلافته وطلب من الصحابة أن يؤدوا شهادتهم في بيعة الغدير ليعرف ذلك المسلمون الذين لم يحضروها، وكذلك الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها حينما قالت: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله ترك يوم الغدير لأحد حجة ولا لقائل مقالة. كذلك بقية الأئمة عليهم السلام اهتموا بهذا اليوم اهتماما كبيرا، فقد روى الفياض ابن محمد ابن عمر الطوسي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه كان، أي الإمام عليه السلام، يحتفل بذلك اليوم، حيث قال: حضرت مجلس مولانا علي بن موسى الرضا في يوم الغدير وبحضرته جماعة من خواصه قد احتبسهم عنده للإفطار معه، قدم إلى منازلهم، يعني مو فقط اطعام هؤلاء، حتى اهل هؤلاء، قدم الى منازلهم الطعام والبر والبسهم الصلات والكسوه حتى الخواتيم،
وهذا إن دل على شيء أحبتي يدل على أهمية وعظمة هذا اليوم وأهمية استذكار هذا اليوم من قبل الأئمة عليهم السلام ومن قبل شيعتي. نشكر طبعا جناب السيد إحسان الموسوي على هذه طبعا الكلمات المباركة التي أشار إلى عيد الغدير الأغر وإلى فضل هذا العيد المبارك. مشاهدين الكرام طبعا إن شاء الله نعود إلى بعض من التعليقات التي وصلت إلينا بخصوص سؤال حلقتنا لهذا اليوم، أنه يا ترى كيف نتعامل مع الفتن في هذا العصر طبعا بالذات. هناك تعليق من رضيت بالإسلام دينا، طبعا حسب وجهة نظر يقول أنه من خلال قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة، وهذه طبعا هناك أحاديث وروايات ذكرت بهذا الخصوص، والدعاء والمناجات والزيارة ودعاء الغريق وإصلاح النفس والبصيرة ولا تعطيها فجوة لاتباع الهوى والمنحرفين. والأخ جاسم العيساوي يقول من خلال حب أهل البيت عليهم السلام والطاعة والموالاة لهم لا لغيرهم والتبرؤ من أعدائهم. أعتقد يا ليلى طبعا الأخ جاسم اختصر كل ما ذكرناه، أنه اتباع أهل البيت عليهم السلام يجنبنا من الفتن في آخر الزمان. بلي. نور الزبيدي أيضا عندها تعليق جدا جميل، وهو بامتداد للكلام اللي حكينا به أنا ونهاوان قبل ما نطلع مع سيد إحسان، أنه ذكرت تقول أنه هذا الواقع اللي إحنا دنعيشه اليوم للأسف منتشرة به كثير من الفتن، وراجت به سوق البدع وكثرة التخبط والحيرة لا ندري ما تحمله لنا الأزمان القادمة فلا يعلم بها إلا الله. يعد انتشار البدع من فتن اللي نحتاج فيها إلى الاستعانة بالله تعالى، ونسأل الثبات على الدين القويم وأن يبصرنا بالحق المبين. يجب على كل مسلم الحرص على سلامته وسلامة أسرته وأهله من الانسياق وراء الفتن والبدع، فيقوم بدور الناصح الأمين لإخوانه من حوله ويوضح لهم خطورة ذلك حتى يفطن الجميع إلى مواطن ضعف الأمة وتفرقها. فيمكننا جميعا القضاء على الفتن والبدع وبتجاهلها، وتمسكنا بثوابت عقيدتنا العظيمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، فنوصي بالثبات في زمن الفتنة والمتغيرات والتمسك بحبل الله، ونسأله تعالى النجاة من هذه الظلمات وأن يجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. كلام جدا مهم، وأيضا تعليق في غاية الأهمية، شكرا إليك نور. إذا كان عندنا كل الأشخاص يكونون بهذا المستوى من الوعي راح نكون إحنا في مأمن، وأولادنا أهم شيء أولادنا يكونون في مأمن. يعني إحنا إذا كنا على هذا المستوى من الوعي مثل ما قلنا، نكون إحنا ثابتين على عقيدتنا، نعرف نفسنا إنه إحنا وين بدنا نخلي خطواتنا، هذه كلها راح ننقلها لأبناء، لأن إحنا أصحاب رسالة. فإن شاء الله نكون مجتمع متماسك ونكون بعيدين عن الفتن، والله ماكو أجمل من أنه الإنسان يعيش في ظل الله سبحانه وتعالى ويكون من الملتزمين بحدوده. نعم أحسنت طبعا كثيرا يا ليلى على بيان ما ذكرتي. طبعا نشكر من أشار أيضا وترك تعليق، الأخت عطر الولاية تقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء ما أدخل الموقع اللي طبعا يسبب الفتنة، هاي مسألة كلش مهمة. دورنا مشاهدينا كمستخدمين ومشتركين اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي نعرف موقعنا وين، ونعرف أنه الأدوات اللي لابد أنه نستخدمها في زمن الفتنة
الفتنة، لأن أكيد هناك من يصد هذه الفتنة وهناك من يذهب بمنزلق ويذهب إلى مرحلة لا تحمد عقباها هو وأهله، وقد يكون حتى معارفه، لأن راح ينقل هذا الفكر وبعد راح يشيع هذه المسألة وهذه الفتنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن بحق مولانا صاحب الذكرى مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته أجمعين. طبعا كل الشكر والتقدير لكل من ترك تعليق، الأخت خادمة الحسين وعقيل محمد والأخت أم أسامة وفراس وأبو ملاك ويوسف الزهراء والأخ علي أحمد وأبو علاء العماري. طبعا مشاهدينا الكرام كان هذه طبعا الجولة كللت بذكر مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا أكيد ما تنسون يوم غد حلقة خاصة بهذه المناسبة الطيبة، ونترككم تنعمون بالولاء والحب لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام. دمتم بحفظ الله.